الله. مهم كما شفتوا في العنوان ديال الفيديو، ألا وهو اليمام من بين أحسن الطيور اللي قدر يتولع بهم بنادم. الصراحة هو اليمام هذا بزاف ديال العوامل، نذكر منهم القلة ديال الأكل ديالو. تخيلوا الإخوان، كنشري كيلو ديال الزوان بعض المرات كيضرب تل، شنو نقول لكم، تل 3 سيمانات. وشحال من زويجة، 4 تقريبا ديال الزويجات، وزيد عليهم هاد يمام الآخر اللي كنقولو ليه ذكر الله، اليمام الأبيض أو اليمام المطوق، المطوق الهولندي، الاسم ديالو العلمي اللي هو اليمام المطوق الهولندي. المهم انا في الفيديو هذا بغيت غير نوريكم تولعوا معانا شويه، ونوريكم اليمام فرخ وصافي. من بعد ان شاء الله غادي ندير فيديو يكون فيه جميع المعلومات ان شاء الله على اليمام الملاسي، وايضا اليمام الاخر، اليمام المطوق الهولندي. نتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم، وتساندونا ان شاء الله بالاشتراك واللايكات باش القناة تزيد القدام ان شاء الله. ومازال جايين دي فيديو اللي غي عجبوكم بزاف، مازال غادي نصور شحال من حاجة كما قلت لكم، مازال غادي نمشي غادي نصور بزاف ديال لي فوليير والمهم السلاكات و محميات عند الأصدقاء، ومثلا نعرفوكم بزاف على الهواية الجميلة اللي كنبغيوها. راه ماشي غرضنا اليوتيوب ولا الفلوس ولا شي حاجة من اليوتيوب، بالعكس احنا المراد ديالنا والهدف ديالنا الأول هو تعمل الفائدة للناس كاملين، لا من المغرب لا من خارج المغرب لا من الوطن العربي بصفة عامة. مهم نتفرجوا في الفيديو ونشوفوا نتولعوا مع اليمام فرخ، شوفوا الافراخ ديالو، وغندخل لكم كل كوبل و شحال الفراخ ديالو، شحال من يوم عنده. وسبحان الله عرف شي فرخوا في دقه، كامل يفرخوا ليا تقريبا في نفس الاسبوع، تقريبا بينهم يومين 3 ايام، تقريبا يومين 3 ايام في قصر البيض. وتشوف التحضير حضنه في دقة، انتوما الاخوان كما كتشوفوا هذا الزوج الاول مفرخ جوج تقريبا العمر ديالهم 7 ديال الايام. هاد الزوج هادو كان اصلا النشوة ديالو هربات ليا الذكر، تبارك الله هائج بزاف، كان هرب ليا عن الأنثى ديالو، ولكن الحمد لله كوبليتو مع هادي، تزوجتو مع هادي، جاب الله تيسير، والحمد لله هادي هي لاكوبلومون التانية تقريبا، لا يا ربي التالتة، هادي هي التفريخة ديالو التالتة، والحمد لله. المهم أنا كما قلت لكم الدراري اليوم باغي غير نبارطاجي معاكم، غير تشوفوا الولاعة وتشوفوا الوليدات جداد، فهمتي، باش الإنسان يتحفز. فاش كيشوف الانسان واحد الشخص اخر مفرخ وهذا، راه كيزعم بهذا المعنى هذا. وكما كتشوفوا هذا اللي كيبان لكم في الارض راه زوان، فهمتوا. وها هما الوليدات الخوت كما كتشوفوا، جوج ديال لي بيبي صغيرين، الحمد لله نعم علينا الله بهم، اللهم لك الحمد. راه تقريبا في العمر ديالهم 6 ايام، 6 ايام تقريبا، عمرهم 6 ايام. اللي زوين بزاف هاد لي طوغطوغيل هما دغيا، تبارك الله دغيا كيكبروا، دغيا كيبان لك تبدلوا، هاي الام ديالهم حاضنة عليهم دغيا دغيا، سيمانة تقريبا كيبان لك خوتنا تبدلوا. وكاين هاد اليمام التاني كيقولوا ليه هنا، كيسميوه هنا في المغرب ذكر الله، لكن الاسم العلمي ديالو هو اليمام المطوق الهولندي، تا هو نفس الشكل تقريبا بحالو بحال اليمام الماسي.
غير هذا فيه شوية صداع بالليل، سيغشو بالليل خصوصا بالليل، كيدير غوش بعض المرات كيدير الصوت ديالو، ولكن بالليل ولا في الصباح بكري، لكن الصوت ديالو ماشي مزعج، تيفكرك بالطبيعة وكيخليك تسترخى مع الصوت ديالو. وتا هو نفس الكلمة، كياكلش بزاف، الغذاء ديالو بحال الحمام، قريب الحمام شوي، ولكن انا كنعطيه غير بحالو بحال اليمام الماسي، كنعطيه غير الدخن الزوان وإلان خرطة على الشعوايه. اصلا هاد اليمام هذا كياكل كلشي، تحط ليه بعض المرات الخبز ياكلو، وتبارك الله المناعة ديالو تا هو قوية، اللهم بارك. شو تبارك الله، الدكر كي تيدير كي خايف على وليداتو، سبحان الله العلي العظيم. شو كيضرب عرفش يا دارا، كان من أظرف في خلق الله. كان واحد الراجل الله يعمر لي الدار، شو كيتسيف سبحان الله، حاس بالمسؤولية مولا وليداتو. بالنسبة للأكل كان عطاهم غير الدخن اللي هو الزوان، كنقولوا لي الزوان في المغرب، وكان عطيه الزوان الآخر طويل تيسميوه خوتنا في الوطن العربي كيسميوه براقة، و إلا الدخن شوايه، وزريع ديال اللفش ولا الميلونج ديال الكنار. فهذا الشيء اللي غادي نقول لكم يا اخوان، نتمنى الفيديو يعجبكم وتساندونا بالاشتراك وباللايك باش يكون دائما الجديد ان شاء الله، ودائما غادي يكون الجديد شيء اقل من اليوم. ونتمنى نكون موفق فيديوهات اللي كنحط. بالنسبة لليمام باقي يجي فيديو ان شاء الله اللي غادي نحط فيه المعلومات كاملين، انا دابا غير بغيت نوريكم انتاج وصافي، فهمتوا؟ بغيت نوريكم غير الانتاج، ومازال غنوريكم في فيديو اخر ان شاء الله طريقة ديال الانتاج وكيفاش. ولكن السر اللي نقول لكم دابا في هذا الفيديو، بغيت اليمام يفرخ لك مزيان، دير لي كيما داير لي انا دابا في القضية هادي، ما تربيش في جماعة، تربيه في اقفاص منفردة، واعطيه الزوان ديالو والماء ديالو، واهم شيء دائما كنركز عليها اللي هي الحبوب المستنباتة. انا كنبت ليهم غير الزوان، الحمد لله جايب الله تيسير، وهانتوما كتشوفوا النتيجة قدام عينيكم، يعني ما كنقولش شي حاجة من وحي الخيال، هانتوما صوت وصورة، كتشوفوا تبارك الله كلهم الأزواج مفرخين في نفس الوقت في نفس النهار تقريبا في نفس الأسبوع يا ربي، وكل شيء هو هذاك الحمد لله. يعني هذه المسألة ضرورية اللي هو الدخن المستنبت، تيعاونهم بزاف الزوان الخرطال، أي حاجة تنبتها ليهم زريعة اللفت نبتها ليهم، فهي كتنفعهم بزاف بزاف. يلا إخوان، نتمنى تكونوا بخير، تبقاو بخير ان شاء الله، الله يجيب تيسير لاي واحد ولاي هاوي ديال الطيور وديال الدومين النقي والزوين بزاف اللي هو طيور الزينة او لا الحيوانات. وحاجة اخرى الخوت، مهمة ضرورية هي بزاف، الكالسيوم. الكالسيوم عندكم جوج طرق لا ديروا لهم الكالسيوم، يا تحطوا ليه الرملة، يا طحنوا ليه قشور ديال البيض، هادي وحده فيهم، حيت عظم الحبار ما يمكنش ليه يحطو ما هو كينقب، ماشي بحال الطيور الاخرين كيعضوا، فهمتوا؟ ما يمكنش ليه هذاك ياكل العظم ديال الحبار، كيجي صعيب وقاصح، هذا من جهه. وتقدروا عاوتاني ديروا ليه مع الحبوب المستنبته حيت تكون سارده، تقدروا تصوفي غير مع الحبوب المستنبتة ديروا لي. هادو وليدات اخوت تقريبا عمرهم سيمانة، اللهم بارك ما شاء الله. تقريبا راه عندي شي 4 ديال اللي كوبل، راه تبارك الله تقريبا بيضوا سبحان الله في سيمانة واحدة، كاملين وجدوا بيضوا في سيمانة واحدة. هادو كما كتشوفوا راه ثلاثة ديال جوج ديال الوليدات، تقريبا عندي شي 6 في الطوطال، اللهم بارك الحمد لله، بعدا راه يسر فيهم الله. و حتى الجو زوين الحمد لله، دغيا كيبانوا ليا كيكبروا، هذا ما كاين. هذا اخوان راه السجنه الاخرى، راه فيها هانتوما كيما تشوفوا لي طورتوغال، هادو يا ماماش ماسيين، راه هنا معاهم حتى الزيبرا الدراري،
ولكن ان شاء الله ناوي نفرق مراه واحده عاوتاني والده في قرعه، ناوي ان شاء الله نفرقهم حيت الزيبرا كيتعدى ليا على لي طور طورها يا وهاد البراوش هذا قبيح منو ما كان، كنت حاقرو صار حد قال هادشي علاش الاخوان ناوي ان شاء الله ناوي نفرقوا رايا دوك كما قلت لكم رايا هذيك راه حتى هي مسكينه عشات غير في القرعه، ولكن الموندا راه الزيبرا طائر الزيبرا كيبرزط كيبرزط بزاف لاقصى درجه، وناوي ان شاء الله نصبغ هاد البيش هذا ونقاد هادشي مزيان فهمتي يا اخوان، باش هلا بدينا نديرو فيديوهات ان شاء الله يجي لك شي زوين. ها هو اليمام مسكين كيجي كيتصرعك فوق داك العواد تيخاف الزيبرا ولا معدي ليا عليه لا شي لا وريشهم لك لا لا شديتهم ووريشهم ليكم راه يبانوا ليكم كارصين، شحال من واحد يحكي حقر الزيبرا ولكن قبيح الصراحه سير شوف ايش يكون لي سباس كثير بزاف كي كيتعدى على الطيور الاخرين، سير شو اليمام مسكين الماسي وضريف ومن اطيب خلق الله هاد السيد هذا وما كي ادي حتى شي واحد عكس الزايبر هذا اللي شافو صغير وراه يحقرو، ولكن كما قلت لكم الاخوان دابا نقاد هاد البيت ان شاء الله ونديرو فيديوهات ان شاء الله جداد وعلى بزاف ديال الفراخ ونزيدو ان شاء الله طيور اخرى وغنتبادلو المعلومات ديال بصح، هادي غير البداية ان شاء الله حنا باغين دابا غير الدعم باش القناة تكبر وحنا نتحفزو باش نوضو نديرو فيديوهات جداد هنا في هاد البيت هذا فيه لي بيريش وكاين حتى واحد الكوبلة ديال الكالوبسات فهمتوني يا اخوان، كاينين حتى واحد لي كالوبسات راه ما عارفين يشدوها المهم علينا، المهم راه كاينين واحد لي كالوبسات راه كيبانوش، المهم حتى هاد البيت هذا ان شاء الله راه غادي نصلحو وغادي نقادو و باش يبان داكشي زوين ان شاء الله، وي باش يلا بغينا نديرو دي فيديو ولا شي لعيبه يجي داكشي نقي ومقاد ما يبقاش عشوائي بحال ما هكا، هذا ما كاين الاخوان و تهلاو ليا فراسكم بزاف والله ييسر ليكم، نتمنى من الله يدير شي تاويل ديال الخير في هاد الوباء، ها هما لي كاروبسات اللي قلت لكم الاخوان وما هادو جويجه والنشوه البينو والكرفاس بلون، وان شاء الله غادي نزيدو في الفريخات خرين كل مازال ان شاء الله غادي نزيدو فراخ خرين وغادي نمتعو الاخوان ديالنا ان شاء الله الى بغى الله، شكرا.